السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. غنقول لكم بعدا مبروك العواجر بالصحه والعافيه وطول العمر. غنقدم لكم هنا واحد اربعه الاشكال ديال الحلويات من عجين وحده اقتصاديه وسهله وكتوجد في الدقيقه 90. غنحتاجو هنايا 300 غرام ديال الزبده، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيدة، 3 البيضات، 2 ندخلو في الدقيق على حسب الخليط، المهم تكون العجين مرخوفة شوية. كنبداو ندخلو بشوية بشوية، وفي هاد الأثناء كنديرو ساشي ونصف ديال الخمارة الحلوة. شوفوا العجين كتبقى رطبه رخوه. نقسموها لاربعه ديال الاجزاء باش كل جزء نسموه بنكهه ونديروا ليه شكل مختلف. الجزء الاول غنديروا فيه فلون ديال الكراميل وغنزيدوا فيه فيرميسال شوكولا، من الاحسن الشوكولا تكونوا دايرينه في الكونجيلاتور يكون بارد. نزيدوا فيه النشا، الجزء الثاني غيكون منسم بالحامض. غنديروا 2 معالق كبار ديال الحامض مع الزيت ديال الحامض ومع شويه ديال الدقيق باش ما تجيناش العجينه جاريه. الجزء الثالث غادي نضيفوا ليه اللوز، كركاع، الزبيب، فواكه جافه على حسب الموجود عندكم. والجزء الرابع والاخير غنزيدو فيه 2 معالق ديال الكاكاو.
هما الاشكال الاربعه اللي عندنا. دابا غادي ندوزو نشكلوهم. الاول اللي من السنبل الحامض غادي نديروه كويرات صغيورين باش غنديرو بهم الريش بوند من بعد. الشكل اللي فيه الفلون فيرميسيل غنديرو على هذا الشكل. يعني شوفوا الشكل اللي بغيتو نتوما. المهم انا بدون طوابع غنخدم غير بالموس، غندير شكل بحال هكا بحال الجبح او الشهده. الجزء اللي منسم بالكاكاو غنديرو حريبلات طوال، وغادي نجيبو واحد كميه ديال الكاوكاو مهرمش. غادي نخويو فوق طاوله العمل او سطح العمل ونحربلو فيه هذاك العجين ديال الكاكاو باش يجي الجناب ديالو دايرين كاملين بالكاوكاو. من بعد نقطعوه بالموس يكون قطع عريضه شويه، وغادي نحطهم في اللاطه ديالنا. غادي نشدو شي شكل عندنا في الكوزينه دائري اللي نقدروا نديروا به حفره في هذا العجين او بالصبع الصغير ديال يديكم. غنستمع على هذا الشكل حتى كنكمل العجين ديالي. الاخير اللي فيه اللوز والزبيب والقرقع غنشوفوا اي مرشم. انا عندي خديت انا واحد الكاس عندي فيه هذا الشكل من التحت، وعاود درت فيه العصارة ديال الليمون باش تعطيني ديك الحفره الوسط بحال الشكل ديال المطابع ديال المطبع ديال هذيك الحلوه ديال المسوسه كنقولوا ليها، باش من بعد غادي ندردرو فوق منها سكر كلاصي وتجي بحالها سي كيجي شكل زوين. دونك هذاكشي اللي عندكم في الدار تقدروا تستعملوه باش تزينوا الحلويات ديالكم. ومن بعد ما طابوا هذا هو الشكل ديالهم. عندي هذه درت فوق منها بالصفايه سكر كلاصي طابت، هذه غادي نزوقوها من بعد. هنا غادي ندير شوكولا بلون في الحفره اللي درنا في الاول. ممكن تستعملوا بحال هذه اللي كيكون في الدول اللي كان نعطيو بها الدول الوليدات الصغار، سهله وما كتهز الشوكولات بطريقه سهله وكتحطو بطريقه سهله فوق الحلوه. دونك هذه الفكره ممكن تعتمدوها بلا ما تقعدوا ديروا لا بلاستيك لا والو، كيبقى يتشلخ والبلاستيك كيبقى شاد فيه هذاك الشيء بزاف الشوكولا.
هذا هو الشكل الأول. بعد الشكل الثاني اللي درنا فيه بالموس ودرنا فيه الفيرميسير، غادي نغطس النص ديالو في الشوكولا ونحطه فوق ورق الزبدة، كيجي ساهل احسن من انكم ديروه فوق الشبكة ديال الحديد كيبقى لاصق فيه الشوكولاط، هذا كيتهز ما تيبقاش لاصق الشوكولاط. سهل في طريقة ديال انه يبقى محافظ على الشكل ديال الشوكولاط. والشكل الاخير اللي هو الريش بوند، غناخدو كونفيتور غنضيفو ليه ماء زهر غنحطوه فوق العافيه حتى كي يتجانسو مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نحطو دوك الكريات نغطسوهم في داك الكونفيتور الماء زهر وندوزوهم في الكوك. هذا هو الشكل ديال الريش بون ديالنا، وهذا هو البلاطو ديالنا ديال الحلويات اللي قدمنا. كاين الحلوى الغريبه الوسطانيه اللي ما بقاش لي الوقت باش نصورها لكم، ولكن الرابط ديالها راه ديجا حاطها في القناه، الرابط ديالها غتلقاوه في صندوق الوصف. اتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم واخا معطله شويه تكون فاتكم، وشكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.